بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نطلب من الله العلي القدير أن يؤلف بين القلوب وينزل الرحمة والسلام بين الشعوب. تحليل محايد لقطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وأي كلام ليس موجها إلى الشعب الجزائري، وإنما هذا تحليل محايد كما قال ابن عباد: ليس لنا ناقة ولا جمل. قطع العلاقات الدبلوماسية يعتبر قرار بمثابة في الأعراف الدولية يعتبر بمثابة إعلان حرب. فماذا يحدث قبل قطع العلاقات الدبلوماسية؟ يحدث تخفيض التمثيل الدبلوماسي، استدعاء السفير أولا، التشاور معه، ثم تقليص التمثيل الدبلوماسي من سفير إلى قنصل إلى ممثل عن الدولة. أما أن تقطع العلاقات بشكل فجائي ومتسرع فهذا خلل دبلوماسي ليس فيه من الحكمة من شيء مطلقا، يعني لدرجة أن الدول بيكون بينها حرب ولا تقطع العلاقات، يعني على حافة الحرب ولا تقطع العلاقات الدبلوماسية. بيحصل استدعاء السفير والتشاور معاه، وبعدين بيحصل تقليص التمثيل الدبلوماسي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نشوف لماذا قطعت الجزائر في الأول، متى قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية. قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية بعد حدثين هامين جدا. الحدث الأول هو حدوث الحرائق في الجزائر وعرض المغرب لتقديم يد المساعدة إلى الجزائر بشكل جدي وحقيقي. الطائرات عبئت بالوقود وكانت على أهبة الاستعداد للذهاب إلى الجزائر لإطفاء الحرائق وتقديم العون والمساعدة، ومع ذلك يرفض الجزائر هذا العرض المغربي. وهذا اسمه عرض إنساني. ممكن دول تكون متحاربة مع بعضها ويحصل عندها كارثة إنسانية فالدولة الأخرى تساعدها. ليه؟ لأن هذا هو المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لما بتحصل عندك مشكل بيتذكر لك إنك في يوم من الأيام ساعدت الدولة الفلانية فيقدم لك أيضا المساعدة. النقطة الثانية، حدث قطع العلاقات بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس وعرضه عودة العلاقات مع الجزائر وفتح الحدود، ولم يقدم هذا العرض مسؤول حكومي كرئيس الحكومة أو دبلوماسي عادي أو حتى وزير الخارجية، وإنما رأس الدولة المغربية شخصيا جلالة الملك محمد السادس هو الذي قدم هذا العرض. فكان ينبغي أن ندرس هذا العرض ونشوف مصلحة الشعوب فين. فتصور أن يقدم الملك شخصيا عرض بفتح الحدود والتصالح مع الجزائر وينسى التاريخ القديم مطلقا، ومع ذلك ترد الجزائر هذا الرد المتسرع والغير مبرر مطلقا. النقطة اللي بعد كده، لماذا قطعت الجزائر العلاقات؟ هل تعدى عليها المغرب؟ لم يحدث. هل دعم المغرب دولة أخرى ضد الجزائر أو فصيل مثل البوليزاريو لتخريب الجزائر؟ لم يحدث. هل تجسس المغرب على الجزائر؟ لم يحدث. هذه هي الأمور التي تؤدي إلى هل أضر المغرب بمصالح الجزائر الاقتصادية أو السياسية؟ لم يحدث. إذن هذا قطع العلاقات يعني يدل على تدني المستوى الدبلوماسي وعدم الحكمة. النقطة اللي بعد كده، لماذا قطعت الجزائر العلاقات؟ قطعت الجزائر العلاقات بحجة أن المغرب استضاف السفير الإسرائيلي الذي تعاديه الجزائر. إذن على الجزائر أن تقطع علاقاتها بفرنسا، وعليها أن تقطع علاقتها بالإمارات وبدول الخليج وبمصر وبجميع الدول التي بينها وبين إسرائيل مصالح اقتصادية. تدعي الجزائر أن المغرب يدعم متمردين ويدعم وهم عايشين في فرنسا، إذن على الأقل المفروض كانت تقطع علاقتها مع فرنسا.
كيف نقاط الاتفاق بين الجزائر والمغرب أكثر بكثير من نقاط الاختلاف. كان على الجزائر أن تدرك جيدا وتعي جيدا أن بينها وبين المغرب تاريخ مشترك، لغة مشتركة، دين مشترك، حدود مشتركة، مصير مشترك بين المغرب والجزائر. فبدل أن تفكر الجزائر في العرض الذي قدمه جلالة الملك محمد السادس في عودة العلاقات مرة أخرى، وأن ليذهب مثلا وزير الخارجية الجزائري مع وزير الخارجية المغربي في مكان ما ويلتقوا ويتباحثوا الأمور، لو أن الجزائر والمغرب عملت الوحدة بينهم وتكامل بينهم في النواحي الاقتصادية والسياسية هيكونوا على غرار الاتحاد الأوروبي، وهتيجي تونس تنضم لله، وهتيجي موريتانيا تنضم لله، وهتيجي ليبيا هتنضم لله، ومصر هتنضم، يبقى خدنا شمال إفريقيا كامل، الدول العربية اللي في شمال إفريقيا، وعملنا اتحاد. لكن الجزائر مش الشعب الجزائري، يكفي الشعب الجزائري معنا، لقد عانى الشعب الجزائري معاناة لم يعانيها أي شعب عربي حقيقة. يعني عانى الشعب الجزائري من 300 سنة احتلال من الأتراك، من 1516 لحد 1830. عانى الشعب الجزائري من 130 سنة احتلال فرنسي، دفع 7 مليون شهيد. عانى الشعب الجزائري من العشرية السوداء التي راح ضحيتها عشرات الآلاف، من 94 لحد 2004 أو من 92 لحد 2002. عانى الشعب الجزائري من حرب الرمال التي ورطه الجنرالات فيها. عانى الشعب الجزائري من الانقلابات التي تحدث. عانى الشعب الجزائري من العسكر الذين الجاثمين على نفوس الشعب. هم الجزائريين عملوا ثورة ليه؟ عملوا ثورة ضد مين؟ ضد أنفسهم. عملوا ثورة ضد العسكر الذين يأخذون مخدرات الشعب، اللي هم عارفين أن عندهم بترول وعندهم ثروات طبيعية هائلة جدا، ومع ذلك العسكر يفكر في صناعة نظام، في صناعة عدو وهمي للشعب الجزائري، علشان لا يفكر الشعب الجزائري في مخدراته. إذن هذه أسباب قطع العلاقات. استضاف المغرب السفير الإسرائيلي، هذه سياسة الدولة الداخلية، في القانون الدولي لا يجب أن تتدخل دولة في سياسة الدولة الداخلية، ما يمكنش دولة تتدخل في سياسة دولة أخرى. أنت زعلان أنت والحاج أحمد، وأنا جبت الحاج أحمد عندي عزمته عشان عندي بينه وبينه مصالح، ده شغلي، ده بيتي، ده أنا حر فيه. فهي الجزائر عارفين عم زي إيه بالضبط الموضوع ده، موضوع التلكيكة يعني بالعربي كده، التلكيكة دي اسمها التلكيكة، زي ما تكون واحدة ست مش طايقة جوزها، مش طايقة راجلها، وأول ما يدخل من بره يقول لها إيه السلام عليكم، ما تردش عليه، يقول لها اعملي لي اللقمة ناكلها يا بنت الناس، تقول له طلقني. الله طلق ده، أنا ما غلطش يا بنت الناس، أنا بقول لك اعملي لي اللقمة ناكلها، تقول لي طلقني، تقول له هو أنت كل يوم تقول لي اعملي لي اللقمة، اعملي لي اللقمة، اعملي لي اللقمة. فتلكيكة، دي تلكيكة غير منطقية مطلقا، قرار متسرع لا يتميز بالحكمة والهدوء والتوازن. نرجع للرد المغربي، لم يرد المغرب بعدها مباشرة، ولكن اتأخر الرد المغربي شوية وطلع. يعني أنا قريت الرد المغربي، إحنا بيقولوا إحنا بنستنكر القرار الجزائري بقطع العلاقات، وإحنا علاقتنا مع الشعب الجزائري قرار في منتهى الحكمة. كما قلت لكم دائما أن المغرب، الدبلوماسية المغربية دبلوماسية هادئة تتميز بالحكمة والهدوء وضبط النفس، وأن الشعب الجزائري، أنا أعرف ما أقول، أنا عشت بين هؤلاء الناس، أن الشعب المغربي، أقول أن الشعب المغربي شعب مسالم، لا يبحث مطلقا عن المشكلات ولا يحب المشكلات. وعبر تاريخ المغرب إذا قرأت الحروب التي فرضت على المغرب تجد أن المغرب كان مدافعا. يعني لما تشوف مثلا معركة وادي اللبن تلاقي المغرب السعديين كانوا بيدافعوا عن الأراضي المغربية ضد الغزو العثماني، تشوف وادي المخازن تلاقي السعديين كانوا بيدافعوا عن الأراضي المغربية ضد الغزو البرتغالي، لما تشوف حتى موقعة بتاعة يوسف بن تشفين الزلاقة تلاقي الناس بتوع الأندلس هم اللي استدعوه علشان يروح ينقذهم. لم يكن المغرب يوما من الأيام دولة معادية لأحد،
يعني الشعب المغربي إذا صادف وأن أتيت إلى المغرب لديه ميزة رائعة جدا، الشعب المغربي يحب جميع الشعوب العربية، يحب الشعب الجزائري، يحب الشعب الفلسطيني، أي حاجة تحصل في فلسطين تلاقي الشعب الجزائري الشعب المغربي طلع في مظاهرات. لما حصلت الحرب تلاقي المغرب مشاركة في الحرب بتاع 73. فالمغرب كشعب، يعني أنا أتوجه إلى إخوتي في الجزائر، المغرب كشعب يحبكم. المغرب يقول أن الجزائريين خوا خوا، ليس هناك عداء. المغرب لا يستعدي أحد ولا يحاول أن يستعدي أحد ولا يظلم أحد. المغرب داخل حدوده بيحاول إن هو يعمل تنمية. أنا قلت قبل كده يا جماعة المغرب ما مسليش إنه يعمل مشكلات أو إنه يدخل في مشكلات أو يدخل في مهاترات أو يدخل في ردود أو يدخل في عدوات. المغرب ما مسليش، المغرب خدام على رأسه. المغرب يحاول أن يخطو خطوة إلى الأمام، والحمد لله بإجماع الخبراء الاقتصاديين الدوليين المغرب تقدم في الفترة التي تولى فيها جلالة الملك محمد السادس من 1999 حتى الآن. هذه المنجزات التي حدثت في المغرب تحتاج إلى 50 سنة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمت عن هذه المنجزات التي لا تحصى ولا تعد. لما ناس بتشوف المغرب ناجح فعايزة تحط بالمغرب، يعني تحط العصا في الرويضة علشان المغرب ما يمشيش لقدام. هناك أيادي خفية تريد أن تحدث الفتنة ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. قد تكون فرنسا، قد يكون، وهذا هو الأقرب، قد يكون هم الجنرالات اللي هم حاكمين الدولة. انت لو عملت استفتاء في الجزائر، اتحداك لو عملت استفتاء في الجزائر عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اتحداك لن يصوت 1% من الشعب الجزائري لقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اتحداك. ليه؟ لأن الشعب الجزائري شعب واعي وفاهم أن المغرب هم العمق الاستراتيجي ليهم، هم أصلا خارجين من شجرة واحدة، أن هذه المنطقة كاملة كانت بتخضع لحكم المغرب، فهم عارفين ده وقاريين ده ومنتبهين لده، وعارفين أن الناس عايزة تعمل بينهم وبين بعض عدوات. فأرجو إعادة النظر في هذا القرار. أنت النهاردة بتقطع علاقات مع دولة عشان عملت علاقات مع دولة تانية؟ يعني لا يمكن أن تكون الحرب هي قانون الحياة، مش ممكن. يعني طب أنا أحكي لكم حكاية بسيطة جدا، حكاية من التاريخ. هتقول يا عم إحنا ما ورناش غير التاريخ، ما أنا هقول لك إذا أردت أن تتعلم الحكمة فعليك بالتاريخ، وإذا أردت أن تتعلم السياسة فعليك بالتاريخ. في العصور الوسطى كانت الدول العربية والإسلامية في قمة التقدم والنضج، وكانت أوروبا اللي هي النهاردة متقدمة، أوروبا كانت بتأكل الحمير علشان مش لاقين يأكلوا، علشان في مجاعة، علشان في انهيار في كل شيء، انهيار اقتصادي وانهيار اجتماعي، فعايزين يحلوا المشكلة دي. فالبابا كان ليه سلطة كبيرة جدا، فعملوا اجتماع اسمه اجتماع كليرمونت. في الاجتماع ده البابا أوربان الثاني قال لهم اذهبوا إلى بلاد الشرق إنها تفيض لبنا وعسلا، في إشارة واضحة من البابا لبدء الحملات الصليبية رافعين شعار الصليب للهجوم على الشرق. طلعت الحملة الصليبية الأولى اسمها حملة العامة. العامة خرجوا يعني ماشيين كده حفيانين، وكان يقودهم واحد اسمه بطرس الناسك. بطرس الناسك ده كان راجل يعني لابس جلابية مقطعة وحفيان. والحملة الصليبية الأولى فشلت، ثم جاءت الحملة الصليبية الثانية. الحملة الصليبية الثانية كانت اسمها حملة الأمراء، أخذوا أنطاكيا وأخذوا الرها، يعني سيطروا على مجموعة من الإمارات وسموها الإمارات الصليبية، ودخلوا بيت المقدس وقتلوا 70,000، ودخلوا عكا وقتلوا 70,000، والدم كان لحد الركب. جي صلاح الدين عمل صحوة ووحد مصر، ووحد مصر والشام تحت إمارته، وكان الجيش المغربي بيمثل 10% من جيش صلاح الدين الأيوبي في موقعة حطين، واستعاد بيت المقدس. الخلاصة مش عايزين ندخل في التفاصيل، المهم ان صلاح الدين استعاد بيت المقدس. فده عمل هزة في اوروبا، ان هما بيعتبرون بيت المقدس هو مكان اللي اتولد فيه السيد المسيح وليه رمزية، فهم احق بيه.
فجت حملة صليبية اسمها الحملة الصليبية الثالثة. الحملة الصليبية الثالثة دي مكونة من جيوش 12 دولة أوروبية. 12 دولة أوروبية عملوا الجيوش بتاعتهم وراحوا علشان يستردوا بيت المقدس. عظمة صلاح الدين مش ان هو استرد بيت المقدس، ان هو تصدى للحملة الصليبية الثالثة. المهم لما تصدى ليها يتهزم شوية ويهزم شوية، يتهزم شوية ويهزم شوية، فاضطر في الاخر انه يعمل مع واحد اسمه ريتشارد قلب الاسد اللي هو زعيم الانجليز، يعمل معاهم صلح اسمه صلح الرملة. بمقتضى هذا الصلح يتنازل صلاح الدين عن الامارات التي يسيطر عليها الصليبيين في مقابل ان يبقى حكم بيت المقدس لصلاح الدين للعرب المسلمين. ففي صلحه، يعني شوف حروب بتمتد لمئات السنين. هذا ما فعله ايضا الرئيس السادات في كامب ديفيد. فاحنا مش هنوجد في عداوات دائمه، فما بالك انت المغرب والجزائر تربطهم علاقات تاريخيه، يربطهم الجوار، تربطهم اللغه المشتركه، يربطهم الدين المشترك، في علاقات اجتماعيه بين البلدين يعتبروا بلد واحده. فيعني انا اتوجه للمسؤولين، كن حكيما في اتخاذ القرارات، ضع مصلحه الشعب الجزائري قبل كل شيء. المغرب بلد يبحث عن السلام، يهدف الى السلام، يتمنى السلام. انت عايز ايه اكتر من ان راس الدولة شخصيا، مش وزير خارجية ولا دبلوماسي يقول لك يلا نفتح الحدود ويلا نعمل علاقات مشتركة. جلالة الملك شخصيا في خطاب العرش قال كده. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني بدل ما انت هو مدلك يد الخير، فانت تيجي قطعها ولا ترفض انك تمد ايدك؟ لا، ليس هذا ده رد متسرع، ده رد غير منطقي وغير حكيم، وليس في مصلحة الشعب الجزائري. أتمنى إعادة النظر في ذلك، وأتمنى أن الأمور تمشي بخير وسلام إن شاء الله رب العالمين، وأتمنى أن هؤلاء الجنرالات يفكرون في مصلحة البلاد، مش نفكر دايما نعمل حرب الرمال وبعدين ينقلب مدين على بنبلة وبعدين تجي العشرية السوداء يدعمها جهاز المخابرات علشان الناس تتقاتل علشان على لا، كفاية، يكفي ما حدث. لابد أن نفتح صفحة من السلام، من المحبة، من التنمية بين الشعب ده والشعب ده. ما ذنب الشعب الجزائري؟ ما ذنبه؟ أنا بقول لك أتحداك لو عملت استفتاء في الجزائر إنك تلاقي 1% من الشعب الجزائري يقول لك نقطع العلاقات مع المغرب. مش ممكن، مش منطقي خالص، لان الناس فاهمة. هذا تحليل محايد بعيدا عن الانتماء لهذا او لهذا. الرد المغربي رد حكيم. دائما المغرب يقدم يد الخير ويد المساعدة الى الجميع، فأتمنى أن تكون هناك عقول حكيمة تستمع إلى ذلك في الطرف الآخر، وتحاول أن تجلس إلى مائدة الحوار، وتحاول أن تحلحل. وإحنا يا عالم، ده إحنا كان في بيننا وبين إسرائيل 5 حروب، 5، تصور، مش حرب ولا 2 ولا 5 حروب. يا جماعة، الإسرائيليين دفنوا أسرى 67، دفنوهم أحياء في سيناء، كانوا يبحثوا لهم حفر ويدفنوهم. ولا يمكن أن تكون الحرب هي قانون الحياة. ومع ذلك جاء رجل حكيم اسمه السادات، قال احنا خلاص تعبنا يا جماعة. احنا لما كانت، تصور لما كانت مصر واسرائيل كانوا يحبوا يعملوا اتفاقية ولا حاجة، كانت مصر تبعت واحد واسرائيل تبعت واحد، والواحدين دول يتقابلوا، يعني لا مصر حاضرة ولا اسرائيل حاضرة. جه السادات قال لا، ما ينفعش الكلام ده، احنا عايزين نتكلم فيس تو فيس، وجها لوجه. فعلا مبادرة جريئة جدا، راح اتقابل مع الناس وعمل صلح وطاق. تخيل انت مصر النهاردة مثلا لو مفيش موقفناش نزيف الحرب ده، تخيل كنا هنكون فين. نبني البلد شوية تيجي اسرائيل تضربنا، نروح نضربهم عشان ناخد بطارنا، تيجي اسرائيل تضربنا تاني عشان تاخد بطارها، وهكذا وهكذا ده احنا عندنا في الصعيد لما يكون فيه طار واحد يروح شايل كفن وكده، ولا يروح علشان يدفع الدية، خلاص بتنتهي المشكل. فمش ممكن ان تكون الحرب قانون الحياة، ان الارض تتسع للجميع. فهذا ما يجب ان يفكر فيه الحكماء. انا عن خبرتي بالمغرب، الشعب المغربي شعب السلام،
يبحث عن السلام مع كل دول العالم، ما عندوش عداء مع حد مطلقا. القيادات في المغرب قيادات ليه؟ لأن كما قلت لكم يا جماعة، المغرب لديه ما هو أهم. المغرب عايز يتقدم، المغرب عايز يعمل شركات، عايز يعمل مصانع، المغرب عايز شعبه يعيش في رفاهية. المغرب ما بيفكرش إن هو يعادي حد، بالعكس المغرب بيفكر ازاي يتطور. فانت ما تجيش تشوف مثلا انا متطور فانت تيجي حاطط لي زي ما قلنا العصا في الرويضه. اتمنى من الله، اتمنى من الله سبحانه وتعالى، اتمنى من الله العلي القدير، اتمنى من الله ان كما قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ولو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. يا رب الف، الف بين القلوب. مهم جدا يا جماعة تعرف أن ليس هناك عداء، أخيرا ليس هناك عداء مطلقا، مش بين الشعب الجزائري وبين الشعب المغربي، لا، ليس هناك عداء بين الشعوب العربية خالص. أنت كمغربي روح السعودية ولا روح السودان قول أنا مغربي، أنت جزائري روح مصر قول أنا مغربي، هتلاقي الناس بتاخدك بالحضن. ليس هناك عداء بين الشعوب. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب ويجمع القلوب على الخير ويرسل السلام والرحمة يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. وأتمنى أن هذه الرسالة تصل، نحن نريد فقط المحبة والصلح والخير. لقد عشت مع المغاربة ولم أجد منهم إلا كل خير، وجدتهم شعبا محبا، شعبا متواضعا، شعبا مرحبا بالغريب. دي يا جماعة المغرب ده فيه ميزة رهيبة جدا، يعني المغاربة بيرحبوا يعني تمشي في المغرب تلاقي جميع جنسيات العالم، المغاربة بيرحبوا بكل جنسيات العالم، فما بالك بالجزائر، فهم مرحبين. ولم يعني ربنا يؤلف القلوب. نتمنى الخير للجميع يا رب العالمين، ونتمنى أن هذه الرسالة تصل. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.